للي صار مع أدي بيطار ما بيشرف لا هالبلد ولا هالحكومة ولا هالطاقم السياسي اللي مرت كله سوا. إنه منظومة سياسية عم تتحكم بكل شيء بالقضاء وبمجلس النواب وبالوزراء بغيروا قضاة مثل ما بغيروا رؤساء حكومات يعني. بعمره ما كان القضاء سلطة أعلى من السلطة السياسية بلبنان. عن القاضي بيطار لو ما مسيس كان حكم من زمان لأنه شيء واضح مثل نار على علم. لا ما في دخان بلا نار. لو إجا قاضي نزيه كنا لمسنا شيء. اللي صار مع القاضي بيطار هي شيء متوقع يعني كل الناس رح تعرفه، وانفل رح يجي نفس واحد تاني ورح يصير في نفس الشيء مثل اللي قبله مثل بيطار ومثل اللي بعده. لو قتل الرجل الصحيح بالمكان الصحيح كان مشيت الأمور. إذا هو مسيس القضاء ما حيحيله القاضي؟ القضاء اللبناني كتير فيك، عم بيجربوا يخبوا الجريمة. موضوع الانفجار ببيروت نفس النهار اندفنت قصته، يعني الله يعين أهالي الضحايا عم يركضوا وبيطلعوا مظاهرات على الفاضي، ما حيلاقوا نتيجة. هاي القاضي بيطار لما بده يكشف الحقيقة ضلوا وراه لطيروه. أنا كمواطن في رحلة رفيقي شهيد محمود حسين خالد بمكتبه قشط عليه الإزاز ونقصت رقبته، بدنا نعرف مين اللي فجر، ذكرت رفيقي؟ أكيد إذا القاضي بيطار كان على حق باللي عم يعمله والاستدعاءات اللي عم يطلبها مظبوطة وبحق الله كلياتنا معه، بس إذا ما كان هيك، إذا كان بغاية لكسر طايفة معينة، نحن ضد الموضوع. ما بعتقد القاضي بيطار مسيس أبداً، بس ولكن أنا من منظوري الشخصي مع بعض الأمور كان فيه يعملها أحسن بطريقة أحسن وبطريقة كمان مش إنه تراضي كل العالم، ولكن كل تحط التحقيق بمسار صحيح. قاضي بيطار خليك رافع راسك وكلنا معك.